نقول تاني المقادير، عندي 3 ارباع كيلو من اللحمه البيتيلو، واربع بصلات متقطعين شرايح، و3 فص مستكه، 3 فص مستكه، ورشه حبهان، ورشه حبهان، وكمان عندنا رشه بودره زعفران، ورشه بهارات، ومعلقه حبه البركه، ونص كوبايه من الليمون المخلل، ليمون مخلل عادي جدا. تاني، اول حاجه اللحمه البيتيلو موز، مفيش تبقى كندوز عادي. عندنا كمان 4 بصلات متقطعين شرايح، 3 فصوص مستكه اهم، عشان بس نبقى اهو، انا هجيبهم هنا جنب بودره الزعفران. حد هيقول لي هم دول كفايه؟ اه طبعا، ده دول هيدوا نكهه ما حصلتش. انا عايزهم يلفوا كده اهو، شايفينهم؟ الاربع فصوص مستكه دول هيدوا نكهه غير طبيعيه، لو كتر اكتر من كده هيمرر، هيمرر المستكه دي لو حطينا. اصل في ناس تقول لك ده قليل قوي المستكه بس زودوا، لا، المستكه لو كانت قليله تبقى حلوه، لكن لو كترت هتمرر الاكل عندي. تاني هقول لكم تاني، لحمه بتلو كيلو الا ربع او كيلو، عندنا كمان 4 بصلات متقطعين شرايح، 3 فصوص او 4 من المستكه، رشه حبهان ناعم، ورشه زعفران، بودره زعفران، وكمان عندي رشه بهارات، ومعلقه حبه البركه، ونص كوبايه من الليمون المخلل، وهنعمله برز بحبه البركه برضو بالليمون المخلل. يبقى احنا كل اللي محتاجينه بصلايه، بصلايه متقطعه، وعندنا الليمون مخلل، وعندنا الرز مسلوق، قصدي منقوع، هنعمله دلوقتي مع بعض رز هنقدمه مع اللحمه دي. تعالوا بقى نعمل ايه هنا؟ ناخد شويه زيت صغيرين، مش ملاحظين حاجه؟